مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم التاريخ الحقيقي للرسول صلى الله عليه وسلم مع الأسد المجاهد الشيخ العلامة حازم صلاح أبو إسماعيل، أعظم مفكر إسلامي في القرن 21 حتى الآن، أعان الله سبحانه وتعالى على تحريره وفك أسره، اللهم آمين. في هذه الحلقة الشيخ حازم يتناول دلالات مقتل قيادات الكفار في غزو بدر، وإنه مقتل قيادات دولة الكفر، كبار الرؤوس المفكرة في الكفار في غزو بدر، هيترتب عليه بعد ذلك ضعف في دولة الكفار. وده يعني غزو بدر ديتها مش ان المسلمين انتصروا، صحيح اه ديتها ان المسلمين انتصروا، وده كان لها اثر عسكري ضخم حتى الان، يعني شكلت معالم التاريخ حتى يومنا هذا، وكان من بينها ان مقتل الكبار والقادة ودي مسألة جد خطيرة، ان بتحصل عندنا احنا بقى مش مدركين قيمة القادة. هنقول لك مثلا ايه، ان مات محمد مرسي يطلع مليون محمد مرسي، ان قتلوا سيقض فهناك مليون سيقض، ان قتلوا اردوغان فهناك 300,000 مليون اردوغان، ان قتلوا لا، كما انه المخترعين بتبقوا ناس عددها قليل، يعني النابغين في اللغة العربية، النابغين في الشعر، النابغين في الطب، النابغين في السياسة، النابغين في الحرب، النابغين في القتال، طبيعي النابغين في كل مجال من المجالات عددهم قليل. أمريكا والدول الأوروبية بتحافظ على هؤلاء بحيث النهاية تقوى، ولذلك لما فيه مقطع على اليوتيوب أرجو منكم جماعة تسمعوه لعضو برلمان فرنسي يتحدث إن إحنا هنظل الأوروبيين سيظلون يسودون المسلمين والأفارقة لأننا قتلنا كل ما ظهر نوابغ بين المسلمين قتلناه، محمد مرسي اقتل، سيد قطب اقتل، حسن البنا اقتل، امشي كده جمال حمدان اقتل، مين هتجد ان كلما بز من المسلمين احد في مجال علمي او سياسي او ديني او كده ذبحوه، وده ادى في النهايه الى ضعف التيار الاسلامي بالمنظر الذي نشاهده وضعف المسلمين بالمنظر الذي نشاهده. هذه الواقعه حدث لها امر مشابه في غزوه احد. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم لما تسمع بقى الشيخ حازم ويسال، لما اسروا اثنين من وده اسلوب المخابرات حصول على معلومات، اسر جنود من العدو وحصول منهم على معلومات، وده احنا برناه في مسلسل ارطغرل، تتاسر من العدو ولا تقتل الأسير إنما تحصل منه على معلومات، فسألهم من أشرافك، من قادة قريش اللي جم، قالوا والله فيها أبو جهل وفيها يعني عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وغيره، يعني فذكر هؤلاء هذان الأسيران، ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم قادة الكفار. لما قتل قادة الكفار إيه اللي حصل؟ أدى بعد ذلك إلى ضعف دولة الكفار لأن قتلت خيرة العقول. هذا الأمر حدث أمر مشابه في غزوة أحد بس لم يقتل فيه قادة الكفار. لما المسلمون اعتصموا بالجبل بعد ما حصل الرماه نزلوا وكل هذا حدث، أبو سفيان قائد جيش الكفار وقائد دولة الكفار في ذلك الوقت تولى بقى القيادة أبو سفيان، فوقف ينادي على المسلمين، أفي القوم محمد، فيكم محمد؟ فلم يردوا عليه. أفي القوم أبو بكر؟ خلي بالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم وده كافر، أبو سفيان هو كافر بعد كده أسلم، لكن هو كافر قائد دول الكفار، اعتبر أبو بكر الرجل الثاني في الأهمية بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يجيبوه. أفي القوم عمر ابن الخطاب؟ وده اللي هيبقى الخليفة التالي، فلم يجيبوه، فطبعا قال قد كفيتموهم يعني قتلته. فعمر الخطاب رد عليه وقال له لا، في القوم محمد وفي القوم أبو بكر وفي القوم عمر. المقصد إن رئيس دولة الكفار ما اهتمش بتقتل كم المسلمين، إنما نوعية من قتل. محمد قتل لا، أوه مشكلة، محمد ده أقوى رأس أقوى عقل فيهم، وده اللي بيدور الدولة، ده القيادة، ومين بعده؟ ده بحدد كمان مين اللي بعده، أبو بكر، مين اللي بعده؟ عمر. وهتلاقي ان كثير من هزائم المسلمين في المعارك الفكريه او السياسيه او العسكريه لانه دول الكفار بتقتل القيادات اللي هي العقول المفكره، وتسيب لك الراتش، تلبس انت في الراتش كما حدث في مصر، وفي الاخر تهزم بقى، تقعد انت بقى مع انصاف الجهله وانصاف المتعلمين والراتش وهكذا. فارجو مشاهدينا ان نتابع وان ناخذ ما يقوله الشيخ حازم ونبدا نقارنه
ما يحدث للمسلمين اليوم، فلنتابع مشاهدينا. أيها الإخوة، هناك بعض الموضوعات يستشعر المتحدث أحيانا أنها أكبر منه. من هذه الموضوعات دائما الحديث عن غزوة بدر، لأن غزوة بدر لا أدري كيف أحيط بها، لا أدري كيف أخذها من كل أقطارها. هي الغزوة التي جاءت بعد قرون طويلة، أهل الباطل فيه يتسلطون على أهل الحق، ثم جاء يوم بدر ليجعل الله فيه فرقانا بين الحق والباطل، ولتتغير كل هذه الموازين. ولذلك كلما تحدثت في جزئية تخص غزوة بدر شعرت أن الأمر أكبر من هذا بكثير، وأن ما حدث يوم بدر يكفيني فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف يتضرع في خيمته أو في عريشه، يتضرع إلى الله عز وجل ضراعة تتحدث عنها الرواية، بما يجعلني أشعر كيف كان رسول الله في خيمته صلى الله عليه وسلم، وخلفه أبو بكر يحاول أن يهدئه ويقول له: يا رسول الله، بعض مناشدتك رب، إن الله منجز لك ما وعد. ولكن الأمر كبير لدرجة أنه عندما تنتهي هذه المعركة التي لم تلبث إلا بعض ساعات من يوم واحد، تنتهي بمقتل كل هؤلاء الذين نسمع عنهم، بمقتل أبي جهل، بمقتل أمية بن خلف، بمقتل عقبة بن أبي معيط، بمقتل أئمة الكفر. وإذا كنا اليوم نشعر برغبة في نصر الإسلام، فإني أريد أن أقول لكم أيها الإخوة، إن قول الله عز وجل الذي تحدث فيه عن شفاء صدور المؤمنين جعله جواب شرط لفعل شرط هو قاتلوه. قال: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم وينصركم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. اليوم قد يكون بيننا من يريد شفاء لصدره من أثقال العدوان على الإسلام دون أن يعد جيشا وكتيبة لتقاتل في سبيله. لذلك نريد جواب الشرط قبل أن نحقق فعل الشرط. غزوة بدر كانت شيئا عظيما في تاريخ المسلمين، لكني قبل أن أعود إلى الحديث عن غزوة بدر أنظر معكم أيها الإخوة في طبيعة الفئة المؤمنة التي قاتلت في بدر. انظروا إلى طبيعتها، إلى محبتها، إلى وحدتها. انظروا إلى فئة مؤمنة القرار قرارها جميعا، كل واحد فيها هو صاحب الشأن. وأريد أن ألتفت بكم إلى وقائع تجعلني شخصيا في عجب، أن رجلا من الكافرين أسرع إلى طفل صغير سنه في الرابعة، في واقعة أخرى يقول له: يا غلام، قل أجرت فلانا. الطفل الصغير يقول: إن أنا بحمي هذا الرجل المشرك، أجرته. فتسرع أم الغلام مسرعة لتأخذ غلامها ولتأخذه بين يديها وتنطلق به قبل أن يقول قد أجرت فلان. إلى هذه الدرجة كانت الفئة المسلمة تشعر بقيمة كل فرد فيها، وأن كل فرد فيها هو صاحب هذه القضية وصاحب هذه الرسالة، لدرجة أن أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أخته، شقيقته، بنت عم الرسول عليه الصلاة والسلام، يوما ما أجارت واحدا جاء مستجيرا بها، وأبى علي إلا أن يقتله، فأسرعت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول له: يا رسول الله، إني قد أجرت هذا وإن عليا يزعم أنه يقتله. فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة تشعرك أنه ليس في هؤلاء جميعا من هو أولى بالإسلام من الآخرين، فيقول لها: يا أم فلان، قد أجرنا من أجرت.
تخرج المرأة ومن ورائها كل هذا المجتمع المسلم يشعر أن رسالة الإسلام رسالته هو، تخصه هو، ليس هناك من هو أولى منه، لدرجة أن الحباب أو الحباب بن المنذر رضي الله عنه، الحباب عندما يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له أرأيت يا رسول الله إلى هذا المنزل، أهو منزل أنزلته الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ كلمة الرأي والحرب والمكيدة بمجرد أن سمع أن منزل الجيش إنما هو رأي وحرب ومكيدة قال كلمة قوية، قال إذن فهذا ليس بمنزل، لا ينفعش مكان تنزل فيه. تعالوا النهاردة لعسكري يروح للواء قد حط بكتيبته في مكان ويقول له المكان ده ما ينفعش، يقول له انت مات بقى، انا دخلت خدت ثانوية عامة، دخلت الكلية الحربية وقعدت اترقى من رتبة لرتبة وكلية اركان حرب واخد دورات وسافر واجي عشان تيجي تقول لي هذا ليس بمنزل. لكن الفئة المؤمنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم او كما ورد في بعض الاثار يسعى بذمتهم ادناهم وهم يد على من سواه. عندما ضربت المساواة وشعور الناس بأنهم ذمة واحدة ويد واحدة تشقق المجتمع وأصبحت المجتمعات تتصارع. لهذا انظر معي إلى جيش الكفر الذي خرج، جيش الشرك الذي خرج ليقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هتلاقيهم يا أخي بيخطبوا ضد بعض، بيخطبوا واحد يقف على جمل يخطب ضد الباقين، يخطب ضده، واحد يقف يقول يا جماعة خلوها في رقبتي وقولوا نرجع، واحد ثاني يقول له انت بس خفت واخذت بك المخاوف. انما جيش الاسلام وصل الامر كما قلت لكم ان رجلا يقول يا رسول الله انا عايز اقتص منك عشان انت وانت بتساعد الصف ورجعتني خبطتني على صدري فوجعتني. فيصل الامر ان لا اقول قائد الجيش ولكن اقول قائد الجيش المعصوم الذي لا يمكن أن يكون قد اعتدى على مثل هذا الرجل. المعصوم صلى الله عليه وسلم يقول له أقد، يقول له استقد، خذ حقك قص. والجيش ينظر ليس هناك من يحدث همهمة يقول إيه ده حد يقول كده للرسول، لا كل الناس معا، ليس هناك بغضاء ولا شحناء. الناس يا إخواني ظاهرا كباطن، ظاهرا كباطن، يحب بعضهم بعضا. ولذلك نحن عندما ننتصح أو نتناصح في الله نقول إنه أحيانا مع الأسف تحل بدل أخوة الإسلام أخوة النظام. أحيانا أكون أنا وإخواني في عمل واحد فنحب بعضنا ونشعر بالأخوة، الإخاء الذي سماه الله أخوة في الإسلام، لكني لا أشعر بنفس الدرجة من المؤاخاة بيني وبين من هو في مجموعة عمل أخرى. لماذا؟ لأن الأثر غصبا عنا، مش غصبا عنا يعني إحنا ما نقدرش نمنعها، لكن الأثر بمعنى تقفز إلينا، تلاقي كل واحد عنده إعجاب وكل ذي رأي برأيه، تلاقي الأثر. هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إنما لو كان الناس ظاهرا كباطن وأخوة في الله وحبا في الله إلى هذه الدرجة لوصل الأمر إلى هذه الدرجة البالغة من وحدة المسلمين. لذلك قلت لكم في الأسبوع الماضي أنه فعلا لو خرج بعض الناس مقاتلين في سبيل الله يمكن أن يكون خروج الواحد منهم إنقاذا لجيش كامل، اللي هي ربنا قال في أمثالهم إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. ليه؟ إنسان عامل وحدة. وإنت عارف حديث الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم، معنى الحديث ألا أدلكم من أهل الجنة، افتكروا مين أهل الجنة؟ فقال كل صدوق، كل مخموم القلب صدوق اللسان. فقال يا رسول الله هذا صدوق اللسان قد عرفناه، فما مخموم القلب؟ إيه مخموم القلب ده؟ مخموم القلب التقي النقي،
لا غل فيه ولا بغضاء ولا غش ولا حسد. إنسان قلبه نظيف، ليس بينه وبين أحد شيء. هذا الإنسان بقلبه اللي فيه بركة لم تتدنى، هذا الإنسان هو الذي تبلغ به نقاوة قلبه درجة أن يكون من أهل الجنة. ولذلك المؤمنون عندما دخلوا في غزوة بدر كان بعضهم لبعض نصير، لدرجة إنه حصلت واقعة في منتهى الصعوبة كابتلاء إيماني، إن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو بيدي التوجيهات العسكرية للجيش اللي داخل يحارب بيقول لهم: من لقي فيكم العباس بن عبد المطلب فلا يقتله، ومن لقي فيكم أحدا من بني هاشم فلا يقتله. وقال عن واحد ثالث مش هتكلم عنه، اتكلمنا عنه في مرة اللي فاتت. فقام واحد من الصحابة لسه إسلامه حديث يقول: نقتل آباءنا وأعمامنا نصرف ذوي رحمنا، فإذا لقينا بني هاشم أو لقينا العباس بن عبد المطلب لا نقتله، والله لئن رأيته لألحمنه بالسيف. هأكل سعد بأكل كلها 3-4 ساعات، ووقع العباس أسيرا، ووقع بنو هاشم اللي خرجوا في جيش المشركين أسرى. فماذا فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لتعلم أنه لم يستبقهم لقرابة، وإنما استبقاهم لسابق علم الله الذي أوحى به إلى رسوله أنهم سيسلمون، وأبى الله أن يقتلوا قبل أن يسلموا وقد علم أنهم يسلمون. فشوية لما وقعوا في الأسر، العباس بن عبد المطلب ده الرسول عليه الصلاة والسلام شدد عليه في الفداء، عشان يمشي لازم يدفع فدية كبيرة، فدية كبيرة جدا. يا ناس ده ما خدش 3 سنين ولا 3 سنين وشوية، العباس ده هو الذي خرج يأخذ بيد محمد صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة، يشترط له على المشركين، يقول لهم: هو عندنا في منع، لو خرج إليكم فإن كنتم ستسلمونه من دلوقتي قولوا ما تاخدوش، احنا علينا احنا. ويشترط ويشدد العباس بن عبد المطلب، لكن والله تعالى منع ان يقتل العباس لانه سوف يسلم. لكن ايه اللي حصل لما العباس وقع في الاسر؟ شدد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى بني هاشم جميعا في الفداء، لان المساله مساله عقيده، مش مفيش مجامله لكافرين، مفيش مجامله. فقال له العباس، يقول له: طب وانا هدفع فلوس منين؟ انا عندي فلوس، انا عندي فلوس ادفع فديه، ده انا رجل فقير وانت تعلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، ينظر اليه ويبتسم ويكشف سترا ما كان يعلمه من البشر الا العباس وزوجته، يقول له: فاين المال الذي اختبأته انت وأم الفضل زوجته عند فلان وقلت لها لو أصبت في هذه المعركة يعني كان هذا المال عندك؟ فلوس الصغيرة شوية القليلة اللي كانوا موجودين عند العباس، وأنتم تعلمون أن العباس كان في الجاهلية يتعامل بالربا، أنتم عارفين الحكاية دي، الوقعة المشهورة، الخطبة المشهورة: وأول ربا أضعه ربا عمي العباس. فكان رأس ماله اساسا بياخده من الناس يتاجر بيه ويرجعه لهم بفايده، وياخد هو ما يطعم به بقيه السنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فاين المال الذي اختبأته؟ اللي هو شويه الفلوس اللي فاضلين عنده ما عندوش غيرها. فقال العباس: والله اني لاعلم انك لرسول الله، لا يعلم احد هذا الا ام الفضل. ودفع المال، كل مليم عنده دفعه فديه ورد، وما قعدش شهور ورجع، هو أسلم بعد غزوة بدر مباشرة وقبل أخوه. الذي أود أن أقوله أيها الإخوة، إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع فئة الإيمان هكذا، جعلها فئة واحدة، أمة واحدة، ليس هناك أبدا لا تشتت ولا تشرد ولا شيء من هذا القبيل، ودخل بها المعركة. في المقابل في ناس لو دخلوا معاك المعركة تبقى أنت من غيرهم وأنت قليل تنتصر وأنت بيهم تنهزم، وقد أشرت إلى هذا في الأسبوع الماضي، قد أشار الله إليهم في قوله:
لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. تلاقي جيش محترم دول يخرجوا يبهدلوا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون. فكان عشان كده أنا عايز أقول لكم، ما يسبق يا إخواني أن نجاهد وأن ننتصر في سبيل الله إن إحنا نكون فئة وأمة واحدة، ده اللي يسبق. ولذلك القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم لهم صفات، علاقتهم بالله يحبهم الله ويحبون الله، علاقتهم بالمسلمين أذلة على المؤمنين، علاقتهم بالكافرين أعز على الكافر، يقاتلون أو يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوما. هذا هو الواضح الإيماني. ولذلك غزوة بدر كانت روعتها أنها جمعت فئة من المؤمنين لها توجه واحد ولها انطلاقة واحدة، لم يخرجوا من أجل مال. هم صحيح خرجوا عشان القافلة، لكن القافلة لا تنسى أنها أفلتت، القافلة أفلتت وقد علموا بإفلاتها، وأراد الله أن يأتيهم بالعدو لغاية عندهم، فوجدوا أنفسهم أمام قدر الله أنه يريد أن ينصر بهم الدين وأن يعز بهم الدين، أراد الله منهم ذلك فكان. ولذلك دارت المعركة وكانت النتيجة قتل المشركين، وقد ملأوا ساحة المعركة، قتل أبو جهل قتل، أمية بن خلف قتل، عتبة بن ربيعة قتل، شيبة بن ربيعة قتل، عقبة بن أبي معيط قتل بعد ذلك في الأسرة، قتل في الأسرة الذين قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، قتل أئمة الكفر قتل. ولا شك أن شوكة قريش قد تحطمت، وهم جايين أنتوا فاكرين أنه هم جايين فضلوا يعملوا دوشة في الصحراء، إحنا رايحين نخلص على محمد، فشيء طبيعي كل الناس بقى وهم راجعين ها أخبار إيه؟ فلم يجدوا حتى الذين كانوا يقومون بهذه الدعاية، وزير الإعلام بتاع قريش أبو جهل الذي كان يجمع القبائل لم يكن في العائدين، لأنه ترك هناك في ساحة بدر. وهنا نزل قول الله تعالى قتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. بعد 15 سنة يا رب، أيوة، لأنه لا بد من صبر لله عز وجل. أعود أيها الإخوة إلى سياق الأحداث، فقد انتهت المعركة بهذا النصر المبين. ويحدثنا القرآن عن إبليس، إبليس ماذا فعل؟ خرج يوم المعركة يمني الكافرين بالخروج، وقعد ماشي خلوا بالكم شدوا حيلكم سوف ننتصر. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه ولا تعرف السنة حديثا بين لنا يوما، مفيش ولا يوم كان الشيطان أخزى فيه من خزيه يوم بدر. وانتهت المعركة. لما انتهت المعركة حدثت بعض الأمور الضخمة الكبيرة التي تعلمنا. أنا نسيت أقول لك وأنا بكلمكم عن توحيد المسلمين، إن المسلمين لأول مرة في القتال بيقاتلوا صف واحد. صف واحد بمعنى إيه؟ بمعنى إنه مش ناس بتقاتل، لا، ده كان يرصهم رصا كما يصف المصلون في الصلاة، والكتف في الكتف والقدم في القدم، وهم متجاورون يذكرون الله كثيرا، واللي يطلع 5 سنتي قدام يرجعه، يرجع لورا 10 سنتي يقدمه، حتى اصطف المسلمون الصف الواحد. وحينئذ دخل المسلمون المعركة. لما انتهت المعركة كان في أكثر من 70 مشرك موجودين على الأرض قتلى. الإسلام لا يعرف التمثيل بجثث القتلى. وأنا راجعت في وقت سابق القوانين الرومانية التي تتحدث عن قتل العدو، فوجدت أنهم كانوا يتركون هذه الجثث للسباع، تنهاشها للسباع في الصحراء، تنهاشها، احنا نتعب نفسنا ليه، لسه هندفن ونعمل، فكانوا يتركونها لسباع الحيوان ولجوارح الطير.
وكانوا يتركونها هكذا. أما العرب فإنهم ما كانوا يتركونها، كانوا يأخذونها ليمثلوا بها، يحطوه كده في عصاية ويعلقوه في الهواء، أو يقطعوا له مناخيره ودانه ويحطوا في عينيه شوية عصيان كده، وبقوا يحشوه بشوية يخلوه لعبة وضحكة ومثلة، ثم بعد ذلك بعد ما يأخذ حظه وكل حاجة يرموه للسباع لتأكل منه حتى يكون لا كرامة له. أما الإسلام فقد انك بتسطر هنا سطر كبير تماما مش موجود بقاله قرون، بتسطره لاول مره، وجهه بان محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي يعمل على تكريم جثث القتلى من اعدائه، فجمعها وظل يدفنها واحدا وراء الاخر في بئر جافه لا ماء فيها يدفنها، لدرجة أن واحدا، وكان يدفنهم إزاي؟ كان يكفنهم ويدفنهم، إلا واحد كان أظنه إذا لم تخن الذاكرة أمية بن خلف، كان في درعه درع حديد، فلما قتل انتفق جسده فملأ الدرع، فلما حبوا أنهم يكفنوه يشيلوا الدرع لقوا منتسخ الجسد يعني ظاهر من الدرع، فكل ما يجوا يشيلوه اللحمة هيتقطع هيتمايز، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا بقصد الدفع، وكفنه على ذلك ووراه التراب وألقى عليه التراب والشجرة ككل الناس. وبعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من هذه العملية، ولذلك انتوا أصل ربنا يكرمكم انتوا مسلمين وآباؤكم مسلمون ونحن مسلمون، لكن لو استطعتم أن تقارنوا الوضع اللي كان موجود عند الفرس والروم والعرب والأحابيش ومن إليهم في العالم كله في هذا الوقت، وبين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء القتلى، هتعرفوا أن الإسلام مش بس كان بيرعى في أثناء القتال، وإنما كان يرعى حرمة الموتى إلى مات. كذلك أيها الإخوة، بعد أن انتهت المعركة بدأت بعض الأمور الإيمانية العالية، من أعلى مسائل الإيمان، بعد أن دفنه النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى البئر وناداهم بأسمائهم واحدا واحد، يا أمية بن خلف، يا عتبة، يا شيبة، يا فلان، يا فلان، واحدا واحد، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا، لقد كنتم بئس العشيرة لنبي، كذبتموني وصدقني الناس، طردتموني وآواني الناس، خذلتموني ونصرني الناس، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ هذه الواقعة كلما تذكرتها، وعندما قام واحد من الصحابة وقال يا رسول الله هذه أجساد قد جيفت، كلم مين دول ماتوا؟ فقال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، هم عارفين كويس جدا إيه أنا بقول، لأنهم يرون الآن آية صدق. وأريد أيها الإخوة أن أردكم إلى العهد المكي، لما كنت بحكيلكم وأقول لكم إن أبو جهل كان بيخرج بالليل يتصنت على القرآن ويسمع الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو بيسمع القرآن ويقول بعد أن يسمع القرآن، بعد ما الرجل قال له ليلة واثنين وثلاثة، قال له أنت عارف أنه رسول الله؟ قال له، قال له أيوة، بس احنا ظلنا نتنافس معهم لحد ما تساويت تماما وبقينا زي فرسين الرهان، ده يسبقوا خطوة يلحقوا يسبقوا وهكذا، حتى إذا تساوينا قلتم منكم نبي، فمتى ندرك ذلك؟ نجيب لكم نبي احنا منين؟ فكان يعلم يقينا أن محمد رسول الله، لكنه لا يريد أن يعترف. فلما جاء الساعة الحق تبين هذا الأمر. ولذلك أيها الإخوة، كان الأمر في هذه الحالة أمرا خطيرا عظيما جدا، وأنت ترى أئمة الكفر وقد دفنوا مكرمين في موتهم، لكنهم يخاطبون لأنهم قد رأوا ما كانوا يكذبون به من قبل. النقطة التالية الخطيرة جدا التي حدثت بعد الغزوة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بأن يتفقد أبو جهل في القتلى،
قال لهم روحوا شوفوا أبو جهل. فذهبوا إلى أبي جهل فوجدوه في القتلى، ولكن أبا جهل لم يقتله واحد فقط، قتله في البداية. انتوا عارفين قصة سيدنا عبد الرحمن بن عوف مع الغلامين، وقتله فدول اللي ضربوه اللي هم كانوا معاذ ومعوذ، معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء، وثم بعد ذلك جاء ثالث فضربه فأثبته، ثم جاء رابع اللي هو سيدنا عبد الله بن مسعود ووقف فوقه، ثم يعني قطع رأسه. وحتى لما لقى عبد الله بن مسعود بيعمل كده قال لقد رقيت مرتقا صعبا يا راعي الغنم أو يا رويعي الغنم، إذا طالع فوق أبو جهل، طالع فوق الرئيس، لكن قام فوقه لأن أبو جهل كان يؤذيه إيذاء شديدا. وانتوا عارفين عبد الله بن مسعود ده حصل له ايه في مكة، فاكرين؟ ايوة، اول من جهر بالقرآن عند الكعبة فضربوه حتى اوشكوا ان يقتلوه. والروعة ان سيدنا عبد الله بن مسعود يسيب الحكاية دي 10 سنين 15 سنة، لانه مش وقت، حتى يأتي وقته الوقت الشرعي لشفاء صدور المؤمنين، مش بمزاجنا، لا، في وقت شرعي. وهنا قتل ابو جهل بهذه الصورة. بعد قليل رأيت أنه قد بدأت بعض الأمور تظهر، بعض الأمور تظهر. كان من أول هذه الأمور ظهورا أمر الأسرة، الأسرة، لأنه اللي حصل إن أنا مش يعني أنتوا فسروا لي 300 واحد إزاي يعرفوا يأثروا من 1000 واحد، ده الواحد حوالي 3، المسلم الواحد حوله 3 من المشركين. يعرف مش يقتله، طب القتل ده واحد بيضرب سيف يطير دماغه وخلاص، انما يفضل بمشيه تحت السلاح يقول له امشي ويصل به الى القتل ازاي. ده يوري لكم مدى التمكن الذي وصل الجيش المسلم في غزوة بدر الى الاحاطة بالمشركين. لما حصلت مسألة الاسر في اثناء الغزوة، سيدنا سعد بن معاذ، هذا الرجل العظيم سعد بن معاذ كان قائد الفرقة المكلفة بحراسة العريش اللي هو كانت منه كان مقر القيادة. فسعد بن معاذ واقف في مكانه على الحراسة ورأى ويرى المسلمين وهم يسيرون في رقاب الكافرين يضربونهم. فلما رأى المسلمين من فرط التمكن، ما أصلت ساعات ايه انا قاعد يعني تمكن لدرجة بقى الواحد قاعد بتعرفيه في الكورة، في الكرة لما واحد يعني 1-0 2-0 3-0 ماذا بعض 4-0 5-0، إنما 950-0 قتلة والمشركين خايفين واللي بيترعش واللي بيقع منه سلاحه، امشي يا ابني كده، يمشي تعالى كده، يجي كده، الله، طب ده حلو قوي الحكاية. فبدأوا بدل ما يقتلوا، تقتل مين؟ ما الراجل ده يمشي معاك. فبدأوا يأسرون فريقا، تقتلون وتأسرون فريقا، يعني مهم. فبدأوا يأخذونهم أسرى. سعد بن معاذ واقف فوق فكره ذلك كراهية شديدة. سعد بن معاذ ده رجل عظيم حقيقة، كرهها كراهية شديدة. إذا بيأسرهم ليه؟ احنا لسه عملنا حاجة في أول غزوة، وقريش بخيلائها وكبرها موجودة زي ما هي، المفروض ان احنا نقتل فيهم حتى ننهي هذه العنجهية البالغة. فكره ذلك سعد كراهية شديدة، حتى رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، فقال له، فحدثه في ذلك، يقول له ايه الحكاية يا سعد يعني؟ قال له والله يا رسول الله كان احب الي ان نكسر شوكتهم، يعني نقتل فيهم حتى ينتهي، لانه اصلتوا مش عارفين يا اخواني، واحد من الذين لم واحد من اللي اسروا مثلا كان مين؟ عقبه بن ابي معيط. عقبه بن ابي معيط قاتله الله، عقبه بن ابي معيط، انا الواحد بيستحي يقول هو عمل ايه، انما جاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد في مكه عند الكعبه، ووضع قدمه على عنق النبي صلى الله عليه وسلم، وظل يضغط عليها بعنف في الأرض، ثم يغمز مؤخرة عنق النبي صلى الله عليه وسلم زي ما تقول ببوز الجزمة، يفضل يضغط عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننت
عيني تدوران، خلاص فكر استقل من عينيه، جحظت من شدة الضغط حتى رفعوه من فوق. وفي يوم آخر ذهب ليأخذ بأمعاء وقاذورات من مربط للإبل وصبها على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ساجد. عقبة بن أبي معيط ده لما تشوفه في المعركة تقبض عليه ازاي، اضربه، اضرب الهام، افلق الهام، انهيه. تنزع على يعني كرم الله وجهه ورضي الله عنه سيدنا علي بن أبي طالب، كانت كما يقال ضرباته كانت أبكارا، يضرب ضربة واحدة بس، ما كانش يضرب ضرب، هي ضربة واحدة فيفلق بها الهام. تلاقي واحد اتشق نصين بضربة واحدة من ضربات علي اللي شال الباب اللي انتوا يمكن تعرفوا، ولما اجتمع على الباب الذي حمله عليه 60 رجلا لم يستطيعوا حمله. فكانت الضربات كانت أحب، لكن اللي حصل أن المسلمين بدأوا يأخذون الكافرين أسرى. فلما انتهت المعركة، وأنا عايز أقول لكم حاجة، أنا كنت وقفت معاكم وأقول لكم أنتم مسلمين وعارفين، لكن أنتم أصدقكم الحضارة التي أنشأها الإسلام، الرقي الذي جاء به الإسلام، كان ساعتها ملوش مثيل، ملوش عهد سابق، محدش يعهده. فكان من ضمن ما حدث أنه لما الأسرى وقعوا في الأسر، خرج النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يشاورهم في أمر الأسرى. وعايز أقول لكم حاجة يا جماعة، أنه لو استغنى أحد عن الشورى لرجاحة عقله لاستغنى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني استغنى عنها. لكن الشورى مسألة أساسية ما يقدرش مسلم يعيش من غيرها. فاستشاره النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل في الأسرى. ولكن قبل أن أحدثكم عن هذه الاستشارة أقول لك الأسرى، أنا أسرت واحد عبال ما أخذ قرار فيه ماذا يكون شأنه. في العصر الحديث مفيش أسير إلا وبيهان إهانات بالغة بصراحة. حد اليهود يفعلون ذلك، النصارى يفعلون ذلك، وحتى جيوش المسلمين في العصر الحالي لأنها لا تلتزم بالإسلام. تبص لها جايبة الأسير حاطط وشه في الحيط بيضربوه، مش عارف يحصل وما إلى ذلك. إنما وصل الأمر مع الأسرى الكافرين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول للمسلمين استوصوا بأسراكم خيرا. فكان المسلمون، والله يا أخوانا الواحد بيعجب لهذا الدين، يبقى عندهم أكل عبارة عن عيش وشوية بلح، فلا يأكل المسلمون لقمة واحدة من الخبز ويؤثرون بها الأسرى. بس كفر. لكن الرسول قال استوصوا بأسراكم خير، خلاص يدوهم العيش كله ومعاهم التمر، ولا يبقى للمسلمين إلا بعض التمرات وعليها شوية مية ليؤثروا الأسرى بهذا. والأسرى كانوا يتعجبوا لدرجة أن بعض الأسرى الكفرة تعففوا عن أن يأخذوا هذه الطعام، قالوا لهم لا، فعزموا عليهم وأبوا المسلمون، أبوا أن يأكلوا منهم أي لقمة. لدرجة أن في بعض الغزوات، أنتم عارفين سورة الإنسان يقول الله تعالى فيها ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، فيجي واحد أسير لا يجد شيئا نطعمه ويبات شبعان وهو كافر ونبقى نحن جوعا. ولذلك ما تبصوش للفداء اللي هيدفعه الأسرى على انه هو عملية طمع دنيوي. لو كانت مسألة طمع دنيوي لأكل المسلمون وشبع الكافرون، لكن هناك قيم للإسلام هتسمعها دلوقتي في هذا الأمر. فاللي حصل فعلا ان الكافرين بقوا كل يوم يأكلوا ويشبعوا، ده مش أسرى بقى، ما هماش أسرى، دول ضيوف، ضيوف نازلين إقامة كاملة، أكل وشرب ونوم وخدمة، ضيافة كاملة. ثم استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، نعمل إيه في الأسرى دول، نعمل إيه في الناس دول. فخرج أبو بكر الصديق بالرأي المشهور اللي أنتوا عارفينه، قال يا رسول الله إيه دول، أرحمنا أرحامك وقريبك ولعل الله عز وجل يهديه الإسلام، يعني على كل حال إن عفونا عنه. لا لا، عمر بن الخطاب قال لا. سيدنا عمر كان يعني دايما، أنا كل ما أفكر في سيدنا عمر ألاقي أنه كان بيعيش معركة مع نفسه،
كان يعيش معركة دائمة مع نفسه أنه يريد أن ينتصر لله عز وجل على نفسه. سيدنا أبو بكر يمكن كان أثقل إيمانا، كانت المرحلة دي عنده، يعني هو ربما كانت عنده آفاق أرحب من هذا. لكن سيدنا عمر قال: يا رسول الله، أنا أرى أن تدفع إلى كل واحد منا أقرب أقربائه ليضرب عنقه في سبيل الله، ليعلم الله أن ليس في قلوبنا أحد أكبر من الله. قتلهم يا رسول الله. الحكاية سمع كده سيدنا عبد الله بن رواحة، راح طالع قال: لا يا رسول الله، لا، إحنا نرى أوسع مكان حول المدينة، أوسع مكان، ثم نجمع فيه من الحطب ما استطعنا، ثم نضرمه نارا، ثم نحرقهم فيه أجمعين. خاف رافيا مسألة المجتمع طبعا، أصلا أنت مش متصور. أنا بدأت تشتعل، أسرى وموجودين في إيدك، ويعني قعدوا 15 سنة يعملوا فيك اللي بيعملوه يعملوا في الرسول عليه الصلاة والسلام، وأول ما تمسكهم تقول لي استوصوا بأسركم خيرا، نوكلهم العيش ونبيت جعانين. يا أمال إيه دول؟ وبعدين أول ما واحد يتكلم سيدنا أبو بكر يقول اعفوا عنهم كمان، لا نقتلهم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وشوف حنكة الرسول وحكمته، أنه لما رأى الأمر على هذا النحو ترك المسلمين ودخل إلى بيته. لم أجد في الروايات شيئا يقول ماذا فعل داخل البيت في هذه الساعة، لكن كنت أحب أتمنى أن أعلم. هل صلى ركعتين؟ هل استخار الله؟ هل تدبر الأمر؟ هل فكر؟ هل تحدث مع نسائه؟ المهم أنه دخل وبعد قليل خرج وقال كلمات رائعات تسل من القلوب أي نوع من أنواع الغيظ، وتجعل القلوب قلوبا رحيمة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خير اختار الأيسر ما لم يكن إثما طبعا. فقال: يا معشر المسلمين، إن الله يلين قلوب بعض عباده حتى تصير ألين من اللبن، ويشد قلوب بعض عباده حتى تصير أشد من الحجارة. وإنما مثلك يا أبا بكر في المسلمين كمثل إبراهيم عليه السلام، إذ قال لله تبارك وتعالى: فمن أطاعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك أنت الغفور الرحيم. ومثلك في المسلمين يا أبا بكر كمثل عيسى حينما قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز. ومثلك يا أبا بكر في المسلمين كمثل عيسى حين قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ومثلك يا عمر في المسلمين كمثل نوح حينما قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ومثلك يا عمر في المسلمين مثل موسى قال: ربنا اشدد على أموالهم واطمس على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ثم انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى رأي وسط بين رأيين، وهو أن يترك الأسرى ليعودوا إلى ديارهم، ولكن مقابل الفداء، مقابل أن يدفعوا مبلغا ماليا ليفدي الواحد منهم نفسه ليعود مرة أخرى إلى أهله. اسمعوا يا جماعة، الوقعة دي من أكبر الوقائع المعلمة في القرآن الكريم، لأنها مدهشة. أنا هسبق الحوادث وأقول لكم إن القرآن نزل آية تخدم لفظ وتخدم كتير، فما بقاش الواحد يعرف في كلام واضح يقول: ما كان لنبي أن يكون له أسرى أساسا حتى يسخن في الأرض.
وبعدين وصل لحد ما يقول لهم ايه؟ يقول لهم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أفضتم فيه فيما أخذتم فيه عذاب عظيم. يا خبر أبيض. فيدخل عمر في بعض الروايات على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجده يبكي هو أبو بكر ويقول لو نزل عذاب ما استثنى منا إلا أنت يا عمر. خبر أبيض. الرسول صلى الله عليه وسلم يبكي لأنه يمكن أن ينزل عذاب إلى هذه الدرجة لأنهم تركوا الأسرى يعودون إلى ديارهم. هنا أتوقف ولازم أتوقف عند سؤال في منتهى الأهمية. طب يا ربي دي معركة حصلت والناس مسكوا الأسرى وبعدين قبضوا عليهم وجابوهم في جنب، وبعد ما قبضوا عليهم وجابوهم في جنب وقف الرسول يشاور أصحابه صلى الله عليه وسلم، وقبل ما يشاورهم بيتهم ليلة واثنين وثلاثة يأكلوا ويشربوا عند المسلمين، وبعدين وقف يشاور المسلمين فاللي قال له اقتلهم واللي قال له اعفو عنهم واللي قال له خذ فداء، وبعدين انتهى المسلمون الى ان يأخذوا الفداء وارسلوا في شهر ولا اقل في عشرة ايام من المدينة الى مكة يخبره اهل قريش اللي عايز ياخد اسيره يبعث الفداء، وفي عشر ايام تانيين جات العير بالفداء، ثم بعد ذلك خرج الأسرى عائدين إلى قريش في عشر أيام ثالثة. يعني حتى لو على أسرع مدى يبقى ما لا يقل عن 35-40 يوم، لو على أسرع مدى يعني 33 لا يقل عن 33 يوم. وظل الوحي ساكتا لا يقول شيئا حتى تمت العملية كاملة وعاد الأسرى إلى بيوتهم وأخذ المسلمون الفداء، ثم نزل قول الله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض. في وقعة أخرى دخلت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتكلمه في جنب الأوضة، والسيدة عائشة قاعدة في نفس الأوضة. الست اللي بتكلم السيدة عائشة تسمع بعض الكلام ولا تعي البعض الآخر. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، ونزل الوحي من ثوره فورا بالنتيجة. إنما الوحي يقعد كذا وثلاثين يوم ثم ينزل بعد ذلك بهذا الوعيد الشديد. نعم أيها الأخوة، هذا هو ما يجب أن نتعلمه فعلا هنا. الذي يجب أن نتعلمه، في ناس كثير يقولوا إيه الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن معصوما. ليه؟ وانت هتلاقي ناس مخرفين كتير، وبدأ الوقت ناس كثير مش دلوقتي من زمان يقولوا لا القرآن السنة مش عارف لا الرسول حصل ايه الاجتهادات ايه الشريعة. اللي حصل انه ما هو الخطأ، ما هو الذنب؟ ان يأمر الله بشيء ثم اخالف انا هذا الامر، او ان ينهى الله عن شيء ثم اتي انا هذا النهي. انما قبل ان يصدر الله امرا او ان يصدر الله نهيا في متسع لا في امر ولا نهي، انا لسه مختار. لو عملت ده مش غلط، ولو عملت ده ما هوش غلط. فإذا فعلت شيئا فقد فعلت في القدر المتاح لي أن أنا أفكر جواه. لكن بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام هو أخذ أسرى، حد يقدر يقول له يا محمد عليه الصلاة والسلام لقد أمرك الله ألا تأخذ أسرى وبالرغم من هذا أخذت أسرى؟ لا، ما كانش عنده آية تمنعه، إنما هو اجتهد فوصل إلى شيء وتركه الله عز وجل ليصل إلى تطبيق هذا الذي وصل إليه، ليعلم المسلمين أن الشورى ضرورية لازمة فريضة، مش فريضة علي وعليك، ده فريضة عليه هو كمان صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر. حتى وإن وصلت هذه الشورى إلى أي نتيجة كانت، يعني الشورى تصل إلى أي نتيجة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يأخذ رأيا يكون خلاف الأولى لكنه لم يعص ربه، خلاف الأولى فيجتهد فيه. ولذلك في وقعة الست اللي راحت تشتكي له من زوجها ان هو ظاهر منها، فضل يقول لها والله انت مالكيش عندي هنا في القرآن، ما عنديش حاجة فيما اوحي الي حكم هقوله لك،
تقول له بس انا هضيع والله ما اراك الا قد حرمت علي في الاخر بعد ما فضل يقول لها ما فيش حاجة عندي ما فيش ما فيش قال لها ما اراك الا قد حرمت عليه المقاييس اللي عندي من الوحي استطيع اني اجتهد واقول انك قد حرمت عليه لكن من ينزل القرآن بقى بتشريع جديد مسألة تانية ولذلك قال تعالى لولا كتاب من الله سبق ايه هو الكتاب الذي سبق من الله انه لا عقوبة الا بنص اللي هي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فما دام الله لم ينزل نهيا عن ان تتخذ اسرى واخذت اسرى لولا ان الله قد اخذ على نفسه الا يعذب المسلمين الا اذا خالفوا وانتم لم تخالفوا لعذبتم بسبب ذلك. طب ايه الخطأ اللي وقع فيه المسلمون؟ الخطأ الذي وقع فيه المسلمون هنا ليس خطأ ولا ذنبا وانما هو مخالفة الاولى ان النبي من الانبياء وكذلك الامة المسلمة بعده لا يجوز ان يكون لها اسرى تتصرف فيهم بالمشورة ولا بالقتل ولا بالمن ولا بالفداء ولا 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 الا اذا اثخنوا في الارض. يعني ايه اثخنوا في الارض دي؟ يعني كسروا شوكة عدوهم واصبحت دولتهم مستقرة واصبح لهم كيان ثابت واصبحت لا تزلزلهم مؤامرات اعدائهم ولا تحركهم وانما اصبح لهم رسوخ في مكانهم. انما حتى هذه اللحظة بتاعت غزوة بدر قريش كانت رايحة تقول احنا رايحين نستأصل محمد واللي معاه تماما ناخدهم من جذورهم وننهي قضية محمد دي تنتهي تماما. ولذلك الإثخان في الأرض لم يأتي للرسول عليه الصلاة والسلام إلا إمتى؟ إلا في غزوة بدر. ولذلك لم تشهد السيرة أسرى بعد ذلك أبدا لأنه لغاية فتح مكة ما فيش إثخان في الأرض لسه في قريش. ولغاية غزوة الأحزاب لمولوا الجزيرة العربية كلها عشان يروحوا يشيلوا المسلمين شيلوا وينتهوا منه. فيا إخواني قبل الإثخان في الأرض ليس هناك ما فيش عملة اسمها أسرى عند المسلمين. ولذلك لما بعض الناس بيجوا يعيروا المسلمين عن جهل بينتهزوا جهل المسلمين مع الأسف يقولوا لهم الإسلام فيه الرق واحد يبقى فلان أما وفلان أما وفلان عبد وما إلى ذلك. هذا جهل هذا جهل لأن الإسلام أساسا جاء والرق موجود نظام معمول به في الدنيا كلها اللي جففه وأنهاه هو الإسلام تماما أنهى تاريخيا بلاش إسلاميا تاريخيا الذي أنهى وجود الأرقاء من العالم هو الإسلام ولم يبق له إلا منفذا واحدا بس منفذ واحد بس هو من أتى من المشركين فاعتدى علينا معشر المسلمين عدوانا مباشرا بدون مبرر زي الست اللي جت أنا دايما بضرب بها المثل هذه المرأة ست ركبة طيارة وحامل واحدة ست حامل ركبة طيارة يهودية من إسرائيل ركبت طيارة وتفسحت شوية في سماء مصر لحد ما وصلت إلى الدقهلية في قرية صغيرة كده اسمها قرية بحر البقر وضربت مدرسة ابتدائية فقتلت من فيها من الأطفال المسلمين ثم انطلقت عائلة مثل هذه المرأة من الذي أخرجها من مخدعها تحت زوجها وحملت منه لتركب طائرة لتدخل سماءنا وأجواءنا لتضرب أطفالا صغارا أبرياء في بكك وفي أدراج الفصول ثم تعود بعد ذلك تتهاجم مثل هذه المرأة لو وقعت في أيدينا أبسط شيء أن تقتل جزاء جريمتها النكراء لكن الإسلام بدل أن يقتلها أحياها فأعطاها فرصة أن تكون في ديار المسلمين تاكل وتشرب هم اللي يوكلوه وهم اللي شربوها وهم اللي يحسنوا إليها ومن ظلم مسترقا عنده زي هذه المرأة جاء يوم القيامة يحاسب حسابا شديدا ويعذب بسبب تعذيبه له علشان يستحييها ولعلها تتوب إلى الله فيقبل الله توبتها فتسلم فتدخل الجنة ثم تعتقها أنت
وتصبح حرة بعد ذلك يوجد الله، فهل أحسن الإسلام إليها أم أساء؟ فالقضية هنا أن الإسلام الأصل في كل المواثيق الدولية أنه يقتل هؤلاء الذين جاءوا بمثل هذا الإفك والزوري والبهتان. اللي عايز أقوله لكم أنه لما عاد الأسرى إلى بلادهم عادوا بعد أن شدد رسول الله على بني هاشم، وبعد أن شدد على العباس بن عبد المطلب، وبعد أن شدد على هؤلاء وأولئك وشد، ولكنه ترك بعض الناس بغير أن يأخذ منهم فداء، اللي هم من خرجوا مستكرهين أو من خرجوا مسلمين مستخفين بإسلامهم أو من كان يطمع أنهم سيسلمون، إلا بني هاشم اللي كان عارف أنه مسلم ولكنه يخفي إسلامه أو أنه مستكره أو أنه يحب الإسلام شدد عليه وجعله يدفع الفداء. ولذلك ظهرت هنا كرامة جديدة من إكرام الإسلام للبشرية كبشر، وظهرت كرامة جديدة للإسلام في حضارته. وأنا يا إخواني أتمنى أن تقرأوا الإسلام بحق، لعشان أنتم مكلفين أنكم تطبقوا هذا الإسلام يوما. إسلام ما فيهوش الجذر ده، اللي ما عندهوش فلوس علشان يفدي نفسه ماذا كان يفعل؟ فكان الفداء أن من يقرأ أو يكتب من المشركين فداؤه أن يعلم 10 من أبناء المسلمين القراءة والكتابة. أنت أسير؟ طيب ما عندكش فلوس؟ طيب تعرف تقرأ وتكتب؟ طيب خد 10 دول لما نيجي نعمل لهم امتحان نلاقيهم بيعرفوا يقروا ويكتبوا هتروح. العملية دي خطيرة لأنها خلت بدءا من هذا المتعلم الواحد في دولة الشرك قدامه 10 مثقفين ومتعلمين في دولة الشرك من غزوة واحدة. ولذلك مرة أخرى أقولها محددة، وأنا قلت الكلام ده أكثر يمكن من 20 مرة، تاريخ القراءة والكتابة في العالم كله، وارجعوا للي انتوا عايزينه من علماء المصريات اللي بيتكلموا في الفراعنة في الحضارات الأجنبية، تاريخ القراءة والكتابة في العالم كله لم يعلم ولم يقف على شيوع القراءة والكتابة بين الناس إلا من تاريخ ظهور الإسلام. قبل كده دائما كانت طبقة هي التي تقرأ، طبقة فقط، إنما جاء الإسلام فبدأت القراءة والكتابة تكون شيئا عاما شاملا للناس جميعا. فعلا لما تيجي تنظر إلى الجاهلية، أنا مش عارف أنتوا فاكرين ولا لا، إنما لما ترجع قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام بمئة سنة تلاقي مفيش آثار مكتوبة كتير، حتى القصائد اللي تلاقوها شعر تلاقيها قليلة جدا، مفيش حاجة مكتوبة، مفيش كتابة. ارجع بقى من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حتى الآن وروح المكتبات هتبص تلاقي كتب. ايه ده؟ ايه الكم ده؟ روح دار الكتب المصرية اللي نقلت على كورنيش النيل حاليا، اذهب اليه واسألهم هناك، قل لهم انا عايز اعرف لو سمحتوا هتولي الكتب التي كتبت قبل سنة 100 هجرية، القرن الاول من الاسلام، وانظر الى حجم الكتب الهائلة التي ألفت في قرن واحد، وبعدين روح منقص في 50 سنة، واضف الى ذلك ما اغرق زي مكتبة بغداد وما اغرق في المعارك وما اتلف وما ذهب الى المكتبات الخارجية وما الى ذلك، فتعرف ان الاسلام اوج. ولذلك انا دايما ببص لغزوة بدر دي كل ما أرى فيها أو حد أتكلم فيها أحس أنني صغير قدام حدث كبير جدا. كرامة الإنسان في دفن الأسرى، في دفن القتلى، في مع الأسرى، في تعلم القراءة والكتابة، في أخذ الفداء، في كل شيء. ولذلك أيها الإخوة ما حدث في أعقاب غزوة بدر وحده يعتبر درسا خطيرا من الدروس لهذه الأمة، لأنه ما حدث بعد غزوة بدر دل على لأول مرة ماذا سيفعل. والسؤال ده انتم بتسألوه كتير، هتعملوا ايه
لو الحكم آل إلى هذه الجماعات الإسلامية إنها تذبح وتقتل واللي واللي ويتهمون الناس بذلك. طب ارجعوا إلى ما حدث في أعقاب انتصارات المسلمين ستجدونه مفخرة، كلما انتصر المسلمون نصرا حققوا فخرا واستقرارا ونجاحا وبرا بهذه الدنيا كلها. والله تعالى يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. شيء في منتهى العظمة في منتهى الروعة، واحد يقعد يعلم 10 من أبناء المسلمين القراءة والكتابة، الناس الأميين اللي ما يعرفوش يقروا ويكتبوا، وما كانش حول الرسول عليه الصلاة والسلام غير 10-15-20 واحد بيقروا ويكتبوا أساسا، من ضمنهم سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا علي بن أبي طالب، ومعظم الصحابة كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون. من أول غزوة بدأ يجيب اللي بيعرفوا القراءة والكتابة ويحول المسلمين إلى قراء وكتاب، وبدأ الغسيل الداخلي للمجتمع المسلم يبرز هذه الكفاءات ويظهرها للجميع. فلذلك الإسلام إصلاح فعلا. آتي إلى نقطة في منتهى الأهمية، بمجرد أن انتهت الغزوة بدأت تشعر بانتصار المسلمين وبأن المسلمين حققوا نصرا كبيرا. هنا وقف المسلمون أمام القضية التي بسببها نزل القرآن يتكلم عن غزوة بدر، وهي قضية الفلوس اللي جاتلهم، الغنائم بقى، انتباء اللي جاء، أموال كثيرة جاءت، ماذا سيفعلون فيها؟ لعل هذا يكون إن شاء الله موضوعا أو موضوعنا في اللقاء القادم، حتى لا نطيل أكثر من ذلك.